الفيروس عادي. لا طولي بالك جي كتير بكي. مرحبا، كيف هيك بالأخبار؟ عارفين عن اسمك؟ ليلاس. ليلاس، اليوم أنا بحضرت لك 3 صناديق بدك تكتشفي شو داخلهم. جاهزة؟ كيف حواسك؟ تمام؟ عادي. أنت حدا حساس ولا لا؟ شوي شوي. بتبكي كتير ولا شوي؟ جي كتير بكي. أيوة. طيب اوكي، لا بدك تبكي كثير. لا عم بمزح معك. طيب منبلش بالصندوق الاول، بدك تحطي ايدك، تعرفي بس بدون ما تطلعي. كلب. كلب يعني جوا الصندوق في كلب؟ انت برايك؟ ما بعرف، بيعض. شوفي بيعض، هو صوت كلب بس. شو الشيء اللي عم يطلع الصوت؟ ما بعرف. طابه بيطلع صوت. لا اسفنجة شعر. مو هو في اسفنجة شعر؟ صح، هاي الكوكينة اسمها. بس في شيء تاني. شو يا حزرك عم يطلع الصوت؟ شو؟ صحن سيجارة. الله، لا تعال تعال ندخن. لا ما بعرف شو هي، مثل قنينة. لا في شيء هيك. انت عشو بتحطي اغاني؟ عشو بتسمعي اغاني؟ سجلة؟ ايه. مثل؟ ايه مثل. ما بعرف، هيك في شيء مثل الورق. نجارة. ورق؟ ما في ورق. طب خلص اوكي تمام، تفضلي على الصندوق الثاني. اول واحد صح يعني، برافو. سلايم. الذكاء، برافو صح. دغري كيف عرفتي؟ باي بالله؟ عندك هيك اولاد صغار بالبيت؟ ايه. لولا لا سرعونا فيها. يلا على الصندوق الثالث. كلب دغري. يعني مو حاطين لك كلب بالصندوق الاول، بالصندوق الاخير حاطين كلب. لا ارجعي حطي ايدك، مو كلب اكيد. ما الكلب ليكي بده يساعد، هيك بيختنق بيموت. شو يا حزرك؟ صوص. بيشبه الصوص يعني. جعجع؟ لا مو جعجع. شو؟ انت الصبح بتشربي قهوه؟ ايه. شو بتسمعي انتو عم تشرب القهوه؟ فيروز. الله، فيروز حاطين. صوص بلا صوص. لا مو صوص، انا عم اقرب لك اياها. انتو عم تشربي القهوه عم تسمعي فيروز. شو بتسمعي مع كمان عم تصيروا هيك بالجو؟ عصفور. الفيروز. طيب لكي عصفور فيك تحددي لي نوعه؟ هو نوع نوع من انواع الطيور. ما بعرف انا من انواع الطيور. هو نوع من انواع الطيور. لازم تقولي لي هو ايه، لازم تقولي لي اسمه. حاولي حطي ايدك مره ثالثه. اذا عضك. لا طولي بالك. شو ما عرفتي؟ لا ما عرفت. طيب هو اسمه طير الحجل. الحجل سمعانه فيه؟ مو اللي بالاموين؟ ما بعرف. انا حد لونه اسود. لونه اسود مو؟ لانه اسود والوان يعني كذا لون، اخضر رمادي. لا ما فيه اخضر. خلص هلا انت، المهم انه عرفتي انه هو طير. هي جائزه لك مقدمه من يلا تي في. شكرا كثير لك. هلا.